النقيب محمد ابو شقره او الشبح من افضل 10 ضباط في فريق مكافحه الارهاب الدولي. طب ليه اطلقوا عليه اسم الشبح؟ وفي التوقيت ده تحديدا صدرت اوامر من الجماعات الارهابيه بتصفيه النقيب محمد ابو شقره. بدعي لك في صحه واسعه ان يغفر لك ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الوطن، يعني ايه كلمه وطن؟ الوطن هو المكان اللي بيتولد فيه الانسان وبيعيش على ارضه، وفي كل ارجاء الوطن بيبقى فيه ذكريات جميله بتمر على الانسان طول حياته، ومن هنا بيبقى فيه ارتباط بين الانسان ووطنه، وممكن الانسان يوصل هو يضحي بحياته عشان الوطن ده. وفي ابطال عايشين عشان الوطن، وفي ابطال ماتوا لكن ذكراهم لسه عايشه. انا اللهيب المشتعل لكل ساقطا او دخيل، ساكون سيفا قاطعا، فانا الشجاع للذليل. وطني عليك تحياتي وسلامي، وطني بروحي افتديك يا وطني. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن قصه شهيد من ضمن شهداء كتير ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الوطن، هو الشهيد النقيب محمد ابو شقره والملقب بالشبح. وقصه الشهيد البطل اللي هعرضها على حضراتكم في حلقه النهارده دي رساله قويه لكل اعداء الوطن ولكل المشككين في مؤسسات الدوله الوطنيه. هنتكلم مع حضراتكم النهارده كان ليه مطلوب تصفيه البطل الشهيد، وليه اطلق عليه اسم الشبح، ومين اللي كان ورا مخطط اغتيال النقيب محمد ابو شقره. كل التفاصيل دي معايا النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انت اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوف. حكايه النهارده حكايه شهيد من ضمن شهداء كتير، وهو النقيب محمد ابو شقره. النقيب محمد ابو شقره او الضابط الشبح زي ما اطلقوا عليه، كان ضابط بيشتغل في مكافحه الارهاب الدولي بوزاره الداخليه، وتم اسناد ملف مهم جدا وشائك للنقيب محمد ابو شقره، وده عشان كفاءته وهو خطف الجنود السبعه اللي كانوا اتخطفوا في العريش. للناس اللي مش فاكره قصه خطف الجنود، القصة دي حصلت في 2013 أثناء حكم الإخوان المسلمين لمصر، وتحديدا في يوم 9/6/2013 راح النقيب محمد أبو شقرة للعريش عشان يحقق في قضية خطف الجنود. وقبل ما أحكي لحضراتكم تفاصيل القضية وإيه اللي حصل فيها والتحقيقات أسفرت عن إيه، عايزين نرجع بالزمن لورا شوية، لأن الكلام اللي هحكيه لحضراتكم دلوقتي مرتبط ارتباط وثيق بتصفية النقيب محمد أبو شقرة. النقيب محمد أبو شقرة أو الشبح من أفضل 10 ضباط في فريق مكافحة الإرهاب الدولي. طب ليه أطلقوا عليه اسم الشبح؟ لأنه قام بعمليات كبيرة زي عمليه جبل الحلال، ومش دي العمليه الاولى اللي يقوم بيها وينجح فيها. ومن ضمن العمليات اللي عملها في عهد الرئيس السابق مبارك كانت والده المهندس خيرت الشاطر اتوفت، وكان في التوقيت ده وزير الداخليه هو حبيب العدلي، فوافق لخيرت الشاطر يخرج ويحضر عزا والدته بشرط ان النقيب محمد ابو شقره هو اللي يكون معاه. ودي كانت المره الاولى اللي يتقابل النقيب محمد ابو شقره وخيرت الشاطر فيها. المره الثانيه اللي اتقابلوا فيها كانت في سنه 2013 وقت حكم الاخوان لمصر، لما جه مصر عشان يزور مكتب الارشاد. في التوقيت ده المهندس خيرت الشاطر منع الشبح اللي هو يدخل مكتب الارشاد، وحصلت مشاده كلاميه بينهم وبين بعض. طب احنا عرفنا ليه اطلقوا على الشهيد اسم الشبح. نرجع بقى للجزئيه الثانيه، ازاي تم تصفيه الشبح؟ زي ما قلت لحضراتكم ان الشبح كان مكلف ان هو يروح ويجري تحقيق في خطف السبع جنود. في التوقيت ده المخابرات الحربيه بالتعاون مع مكافحه الارهاب تم رصد مكالمات تليفونيه بين الجماعه الارهابيه ومختطفين الجنود، وتم تحديد مكانهم. الجماعات الارهابيه في الوقت ده افرجت عن الجنود خوفا من رد فعل القوات المسلحه، وفي التوقيت ده تحديدا صدرت اوامر من الجماعات الارهابيه بتصفية النقيب محمد ابو شقره. واثناء وجود النقيب محمد ابو شقره في العريش عشان يحقق في خطف الجنود، كان خارج من مكان اقامته ولابس لبس مدني وما كانش معاه الا السلاح الشخصي بتاعه. جت عربيتين دفع رباعي وكان فيهم سبع اشخاص. النقيب البطل محمد ابو شقره اتصدى ليهم وقتل واحد منهم واصاب ثلاثه، والنقيب محمد ابو شقره استشهد بعد ما خد سبع رصاصات، اربعه في صدره وثلاثه في ايده اللي كان ماسك بيها سلاحه. مات وهو ماسك سلاحه في ايده. بدعي لك في صحه واسعه. كان اتقتل عشان بيدافع عن تراب بلده. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. حبيت اسلط الضوء على نموذج من نماذج مصريه كتير بتضحي بارواحها عشان وطنها، وده اقوى رد ورساله لكل المشككين في مؤسسات الدوله الوطنيه واعداء الوطن. عايز اقول لحضراتكم ان النقيب محمد ابو شقره كان بيقضي اجازته في ملجا الايتام، كان متكفل بطفل اسمه عبد الله، وعده انه هيكون ظابط في يوم من الايام. ابوك الشهيد مات يا عبد الله لكن لسه عايش في قلوبنا، عاش بطل ومات بطل. محمد ابو شقره كان بيروح دار المسنين ويقعد على الارض وياكلهم بايده ويقول يا رب لما اكبر ما ابقاش زيهم. محمد ابو شقره مات باربع اوسمه في صدره وثلاثه في ايده، مش سبع طلقات زي ما قالوا، دول سبع اوسمه على صدر الشهيد. مهما اتكلمت في حق الشهيد البطل مش هقدر اوفي حقه، ولا هقدر اوفي حق الشهداء، ودي اقل حاجه ممكن نقدمها لهم. لو حضراتكم حابين ان احنا نثبت حلقه اسبوعيه ونعرض قصه شهيد ضحى بروحه عشان وطنه، فيا ريت حضراتكم تكتبوا لي الكلام ده تحت في الكومنتس، واعرض على حضراتكم لقطات ارشيفيه في نهايه الفيديو للنقيب محمد ابو شقره الضابط الشبح.
ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت المحتوى بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام، والسلام مش ختام. ربنا يستر. معنا شيماء أبو شقرة، شقيقة الشهيد محمد أبو شقرة. مساء الخير يا شيماء. مساء النور يا فندم. مساء النور. يعني وانت بتسمعي حكم المحكمة وحكم القصاص والعدل، حاسة بإيه؟ إيه مشاعرك؟ أكيد طبعا أسلك صدري، وطبعا يعني خبر زي ده بيحس إن الواحد من دم الشهيد ما راحش هدر، حتى لو كان بعد 7 سنين من استشهاد محمد أخويا، بس كل يوم بيتم القصاص من خونة قتل دولة، الواحد بيحس بارتياح نفسي طبعا، وبحس إن بلدنا دي بلد قانون، الحق فيها مش هيروح مهما طال الزمن، مهما طالت التحقيقات، كل التحقيقات بتطول وبينقضوا وبيستأنفوا ويقعدوا يدعوا طول عمرهم مدعين، بيتنفسوا الكذب ويقعدوا يقولوا إن هم بيتعذبوا، ده هم أساس الشر في البلد. الناس دي أساءت لمصر وأساءت للإسلام وأساءت للدول العربية وأساءت لكل حاجة. الناس دي يعني هم عبء على الإسلام. الناس دول يعني أنا فعلا فعلا هم دخلوا في حياتنا زي السرطان، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طلعوا براية الإسلام بس هم للأسف بيدمروا الإسلام، بيدمرونا، وفي الآخر أبرياء راحت. والنتيجة إيه؟ والنتيجة إيه؟ دم ناس أبرياء بتموت، وبرضه يعني ما عندهمش حته ان هم يتربعوا، لا بيتنفسوا الكذب وعايشين وحابين الحياه النجسه اللي هم عايشينها عشان ونزلوا، وان شاء الله كلهم ربنا ينتقم منهم بالقانون، عشان نقول للعالم كله ان احنا بلد قانون. شيماء، محمد كان عنده اولاد؟ محمد قبل فرحه بشهر، كان استشهاده قبل فرحه بشهر. قبل فرحه بشهر. حسبي الله ونعم الوكيل، كان مجهز بنت الفرح وكان عازم الناس وكان مش موضب شقته قبل فرحه بشهر، بدل ما احضر فرح اخويا حضرت عزاه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس هقول لك ايه يا مدام لميس، القصاص يعني عطى بيريح الواحد، بيحس ان حقه بيجي رغم ان مرت 7 سنين، بس بحس ان ربنا كل يوم بيجيب لي حق اخويا قدام عينيا. 7 سنين. سبع سنين مده طويله. نعم مدام لميس، ده اخويا استشهد 9/6/2013، وبعديها ب20 يوم عشان ضموا الطاهر كلهم اتلموا في السجون، كلهم الخونه الانجاز اتلموا في السجون، وكلهم بالقانون هو كلهم اللي جاب لهم احكام الاعدام، والقانون هو اللي جاب لهم الاحكام دي عشان هم يعرفوا ان هم على باطل واحنا كنا على حق، هم اهل الباطل واحنا اهل الحق، مصر دي وشعبها اهل الحق، وهم دول سلمة من الخونه ومكانهم السجن، وفاكر منهم عقوبة الإعدام، يستحق الإعدام.